بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحييك ورفدتهم بعلميك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانيك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكيك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيك ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقرك ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما غاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد. صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبت سيد من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون،
يرجعون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالروح وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. وذلك بعد أن بوته مبوى صدق من أجلي، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا، فكانوا هم السبيل إلى ذلك والمسلك إلى رضوانيك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما واليهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أما أمايا من كنت مولاها فعلي مولاها، اللهم والي من والاها وعاد من عاداها وانصر من نصراها واخذل. وقال من كنت أنا نبيا فعلي أمير، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحلغ محل غارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة غارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علما وحكمة، فقال أنا مدينة العيل وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز وعداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، اللهم اجعلنا منهم. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين.
وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر في صناديد العراب، وقتل أبطالهم، وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، فأضبت على عداوته، وأكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولما قضى نحبا وقتله أشقى الآخرين، يتبعه أشقى أولين، غالغ الطاغب سجودا ولشق الهامة، سال دم وترس جفا وصارخ الطب شابت، نادى فستو وحق ربي بالنعيم وجنته، ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين، يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فليبكي الباكون وإياهم، فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون، أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاغرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين
المعد لقطع داب الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجمر والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المهتدين؟ أين غادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصل فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأغواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردى؟ أين مستاصل أجل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أفلا يهيجك والعقائل من بني الهادي غدت تهدى إلى طاغيها؟ أفلا يهيجك؟ عندك دمعة بهالدقائق المعدودة لولا؟ عندك صرخة؟ عندك ندبة للإمام لولا؟ إيه أفلا يغيجك أنا لأمية هندا تصون وزينبا تسبيغا؟ عجيب عجيب، يألم قلب الإمام، ها يألم، عظيمة عظيمة، مؤلمة مؤلمة. أفلا يغيجك أن آل أمية هندا تصون وزينبا تسبيغا؟ شي تقول زينب؟ قالت أنا على الهزل زينب وخوتي على الثرى نوما. بالونة بالونة بين القطعة وجفوفة وبين السلبة وهدومة، وحاد النوق ما أنصاف مربين على الحومة. شنو شفت يا زينب؟ قالت شفت الجثث بعيوني، شفتهن وانخطف لاني، صحت يا ناس خلوني أظل ويا اخوتي والقام عيا وما يخلوني. لن حاد النياق يصيح يلب الخدر معروفة، ما واحد خيال كان يا بنت المصطفى يشوفه. شو تقولين يا اخت حسين راح نروح للكوفة؟ صعبة صعبة أيام الخدر راحت. زينب سمعته وصاحت
عتبوا للعدو ناحيت صدق عقب الخدر يردون للكوفة يمشوني. هذه أبيات ملا معين السباك، لكن خليني أختم لك بأبيات ملا عطية. أختم لينا لما شافت بيوتات الكوفة زينب اتحملت تدخل الكوفة، ها أم تمزق قلبها يا ملا عطية؟ شنو لسان حالها لما لاحت لها بيوتات الكوفة؟ قالت خلوا وضعوني بالفضة وأنا اتركوني. ليش يا زينب؟ قالت ما اقدر أطب حسرة وهلها يعرفوني. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى، يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المغذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين. يا ابن الخطا يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشوب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاغرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ عظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أوثرى؟ أبي رضوى أو غير غام ذي قوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى.
ندب إلى الإمام، توجهوا بالدموع والصراخ والعويل والندب والحرقة والألم، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاغى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاغى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى ضج، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دون غما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قذيت عين فساعدت عيني على القذى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناصر، ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناس، ينشر ذلك اللواء وكأني به وقف على الفرات ناشرا لواءه بجيشه المبارك، يوقف على شط الفرات بدمع هامي ويخاطب ويقول بك الماي طامي، وحسين يمك ينذبح عطشان ضامي، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناس، ترى ترانا نحف بك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين، واجتثت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين،
عبيدك المبتلى وأرقي سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليلايا يا من على العرش استوى ومن إلي الرجعى والمنتغى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيك السيد الأصغر وجدتي الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد. صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نغاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وادحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وغمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان روياً هنياً سائغاً لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك.